احتفل الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية بطريقتهم الخاصة بتكريمهم اليوم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. جائزة الدولة للمبدع الصغير استحدثت للمرة الأولى في العام الماضي تأكيدا لاهتمام الدولة بالأطفال والنشء وتقديرا منها لموهبتهم وإبداعاتهم. يرقصون بأناملهم على السلم الموسيقي ويبدعون بأصواتهم على المسرح الصغير، هم الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير في نسختها الثانية، يحتفلون بطريقتهم الخاصة بتكريمهم اليوم بمشاركة أبناء مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية. كنا نعيش في ظروف استثنائية بسبب ظروف كورونا، ورغم كده الجائزة لم تتوقف، جرت عمليات التقدم، جرت عمليات التحكيم والفحص، جرت احتفالية لتكريم الأطفال في العام الماضي. فالرسائل الحقيقة واضحة جدا وبتمثل انعكاس فعلي ليس فقط بالقول عن أنه ما نص عليه الدستور المصري من أن الثقافة والفنون حق لكل المواطنين، فعندما تأتي الدولة تستحدث جائزة بهذا المستوى، لأنها ليست مسابقة، هي جائزة بتحمل اسم الدولة تخصص لهذه الفئات العمرية الصغيرة، فهي بتؤكد أن هناك اهتمام بهذه الأجيال الناشئة. 32 فائزا وفائزة لا تتخطى أعمارهم 18 عاما حصلوا على جوائز للإبداع والابتكار، وتتعدد الجوائز من مادية وعينية وشهادات تقدير بهدف تحفيز القدرات الإبداعية الفنية والثقافية للمشاركين، بالإضافة لمشاركة ذوي الهمم الذين تركوا بصمة خاصة بهم. أنا شاركت في الجائزة الدولة المبدع الصغير بالغناء، أنا يعني كانت أول مرة أشارك فيها بالجائزة دي. كان إحساس لطيف جدا، عدينا أول مرحلة بعدها عزفنا في قدام لجنة مكونة من 10 أشخاص، بعدين المرحلة دي بس. أنا أول مرة أسجل في المسابقة ديات، ما كنتش أسمع عنها الدورة الأولى، وقدمت فيها الدورة الثانية، وكنت داخل في قسم الابتكارات العلمية بابتكار لروبوت اختبار الموقع، والحمد لله خدت عليه، سجلت براءة اختراع ولسه ماشي في الموضوع دلوقتي ان شاء الله خير. وكان احساس يعني جميل جدا لما تلقى بلدك بتشجعك على البداية، ومحفز جدا في السن الصغير ده ان في حد وراك بيشجعك ويقول لك يلا نبدا اهو. انا شاركت في فرع القصص القصيرة، انا كنت في الاول مهتمة جدا بكتابة القصص، كسبت في جائزة إذاعة الثقافية البرنامج الثقافي حكايات مساء، طلعت المركز الثالث في كتابة القصص، فشد انتباهي كتابة القصص في المدرسة عندي، قالوا لي على مسابقة المبدع الصغير، اشتركت وبعت أعمالي على الإنترنت. أنا دخلت في فرع الشعر، وطبعا بشكر الرئيس السيسي والدولة على المسابقات التشجيعية بتاعت الأطفال، وبشكر القائمين على جائزة الدولة للمبدع الصغير. أخذت جائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع الابتكارات العلمية. البروجكت عبارة عن ايه وعملته ازاي؟ البروجكت عبارة عن ايه؟ عبارة عن مشروع مخصص للناس اللي عندهم شلل نصفي. سمارت لايف، يعني عندك بيت ذكي وكرسي ذكي بتتحكم بيهم بالصوت وبالتليفون. فزت بجائزة الدولة للمبدع الصغير في فرع القصة. أول حاجة أنا شاركت إلكتروني بثلاث قصص، عنوانهم أول قصة عنوانها الملاك نور، وهي قصة إنسانية نفسية، وتاني قصة جده في مدينة الأساس، وهي صراع بين الماضي والمستقبل، بين الحركة والسكون، وتالت قصة اسمها صداقات زائفة. ويأتي الاحتفال ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة لبناء الإنسان المصري وترسيخ هويته من خلال آليات موحدة تعمل على تشجيع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع والابتكار لتحقيق الريادة الثقافية لمصر. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.